الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكي التسليم عتق الذكر. عثمان بن عفان وصحابي لحذن أفراد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن تاريخ النبوات لم يعرف أحدا أصهر إلى نبي مرتين سوى عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه. انت الهي نبي اصادري تاريخه هذا انت لو هيو مجر قف نبي لبجر لحدي ذي نبي انبياء كم ذا قف لحدي لبجر ما يندعين كلي واحد عاد وقت جاء نبي جينا محمد صلى الله عليه وسلم وعثمان بن عفان لبجر بو نبي قال لحدي ذي صلى الله عليه وسلم والنبي قال صدق النقد صلى الله عليه وسلم إنه ذو النورين وصاحب الهدرتين وزوج الابنتين عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه. وإنك لبضى النور وصاحبه لبضى المرء هجروذي لبضى هبلوض والنبي صلى الله عليه وسلم لرانا مركا قرسذي عثمان بن عفان مركا وسحابي نمبر كيش علوشي هاي ما أنت سحابي إنه ريال بالربا لبى سحابي أن شهرانيه وعمر بن عاص نمركا لقارب. كان عثمان بن عفان في الذروة من قومه في الجاهلية فهو عريض الجاه. عثمان بن عفان جاهلية ذا وعوها نين مال وصر رئيس قارسي السن نين لشرفة ولا ماموسة وضدكنا أيو أركان إنو يا سيد من سادات بوها نين ماها إن إسكا صوت قالي أو نلشي سرح بقان نهين ماها وعوها نين آدي أدو صري عريض الجاه وحلقة وضع ونين شرفتي شو آدي أدو صريش وافر الثراء سابق النعمة نين حوالا بضان هاي السنة وهتناضة إلهي سبحانه وتعالى النعمة أوفدي جم التواضع شديد الحياء نين آدي آد سلو اللقاء وأندتك إسكسر ريسين نوؤها آدي آد سريك يحشوط بضان له فأحبه قومه أشد الحب وأصدقه حتى إن المرأة من قريش كانت ترقص صبيها الصغيرة وتقول أحبك والرحمن حب قريش لعثمان. تذكر آد بيجعلاين رنتي جعيل آد ياد وضرم بيجعلاين حتى مركه وين المهد مركه يارسين يسوع وحيابها يكون يارسين يسوع حكم ده وهنكون جعلها إله بنكون أرتيه سدى قريش عثمان وجعشة يعني بمعنى نمو آهر كجارسيس. ولما أهل الإسلام بنوره على مكة كان عثمان من السابقين إلى الاستضاءة بمشكاته. مركي إلهي إيمان كان أوكاني أم إسلام كان أوكاني نور كيسا والله صعب بالدامي مكة عثمان بن عفان وكجر ذاتك يقول ري نور كاس صعب حي إفتين سدي بكجر بمعنى ذاتك يقول ري إسلامي بكجر يعني بمعنى هل كان واحد ريميسا السابقون الأولون دين تينا إسلام كاسي قارب يحسيني السابقون الأولون السابق وذاتك يقول ري صعب إسلامي مركي إسلام كو عصبا او اشون كو ادين كو وها او ددكو اي كلا بقن جيرين او نين كو ديران كرا اي انو جيرين نبي محمد بان كو دوافيشان ها يراد اما لا اله الا الله ددكي سو اسلام كو جيرين والعثمان ولي اسماني ولي اسلام عثمان بن عفان قصه ما زال يرويها الرواه السائيه مركه جرته وعثمان عثمان بن عفان لسو كو ستي ارواد اي وريان ذلك انه حين بلغه في الجاهليه ان محمد بن عبد الله زوج ابنته رقية من ابن عمها عتبة ابن أبي لهب ندم أشد الندم لأنه لم يسبق إليها ولم يحظى بخلقها الرفيع وبيتها العريق. عثمان بن عفان يود الجاهد اللي قجره أيوح مقلي نبي محمد وأنتم نبي محمد صلى الله عليه وسلم وقت يهرأ أيوح مقلي أنتم نبي النبي النقان صلى الله عليه وسلم وهو مغلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أنتي سرقية أهي وحال لو قوري أو لو مهريي نين لغو مغعابو عتب إن أبي لهب وإما أذير أيهين عثمان مركو مغلى قصة دا أدب وغير محمرك نحايا لي إساقا نيدك وهي كبادا إنو قرصدو واصل لك أهر مري وعزلها بل أديك كون نقو وقرق يكسو جيدان إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل النبوة تريرك يكسو جيدة ورفيعه وشأني هذا فدخل على أهلي مهموما إستوى آد أمر رقيسا بقرق يكسو الله تريرك سئيما ونند
جبروا الربيع اللي جاء جورسدي فوجد عندهم خالته سعداء بنت كريز مركو جورجا صغري حاج جوغي ماشا وجوكتي هبريتي سعداء المقعبة. وكانت هذه امرأة حازمة عاقلة طاعنة في السن فصرت عنه. يوضن واحد هوين رنتي مذكرة وآدي آد رنتي وعقلي بضن قلوك بضن دأنا رنتي مركز لا فارستي ويكني في سمرك حي أشهدت وح مركة وكوقن عكاروسي ومركة النفس وقف كان طبعا مركي حقايا الخلق اليار وقالوا أما نوعا ما أن برضو يسكو آدي ويان وحي كهر انت هاد بقفك والله فريسة كونسن كسي إلا تري عقل عليا رنتي وبشرت بظهور نبي يبطل عبادة الأثناء الأوثان وحي أشهدت إن أصاب بحدون النبي وحن لم بلوك تمرين دون عبادة الأوثان تأ صنمية العبود دون إلا كتخلص دون ويدعو إلى عبادة الواحد الديان ذات كان أقول باقي الدوان إن إلهي كلي لعابده ورغبته في ذلك في دين ذلك النبي وبشرته بأنه سينال عنده ما يبتغيه وحين آد يدعو على سيسي دين كالنبي محمد الله إيمان دون وحين أقول بشعر يسا وحين ما أنت أقول فكري وسليه ما يشعر الله يا وهر مري إن وحي أرادين يهيل الدونه أو إن الله حيث آد بعقل بالنبي قال عثمان مركي أي هبرتي أشا كيسي بيوحين فانطلقت وأنا أفكر فيما قالته أو قالته خالتي وأن قاقبي أنا نيدنا كهية وحي هبرتي يقتلي وهذا لا فلقيت أبا بكر محدثه بما أخبرتني به أبا بكر بان الله قل ما أعدي وهو الرسان أركي أبا بكر بوأها كدي من هبرتي وحي إيش شيكتان أبا بكر أشا يقبل فقال أبا بكر يقول جوابي والله لقد صدقت خالتك ولقد صدقت خالتك فيما أخبرتك وبشرتك بالخير يا عثمان. عثمان وحي لي هبر تاع رون بيكو شكت وحي يكون بشهر سنة وهذا رنا وان شكي اكو جيلين وانك لرجل عاقل حازم ان نضى وحتى ان عقل له ورنتي رنتي صائبنا وحنا هليلي كرا ما يخفى عليك الحق حقنا اديك كامل ده سومي كرو ولا يشتبه عندك مع الباطل باطل حقنا اديك سلام كام ضمن كرا ونيو هذا الكلام اللي قوش صبح ثم قال لي الرعي يقول أبو بكر ما هذه الأصنام التي يعبدها قومك قومنا ما تسوي ديس عثمانه وأمحي أصنام تن إيدتك يعبدها أليست من حجارة صم لا تسمع ولا تبصر يعني أهي حان لقاء أنا اللهين وإحنا مقلي كده وإحنا مركة أركي كده فقلت بلى مركة سنوجد ويقولها فقال وإنما قالته خالتك يا عثمان قد تحقق هدبه هبررتها وحايكو شكتي وأرن مكة دبوبي ولا سجار حلقي فلقد أرسل الله رسوله المرتقب وبعثه إلى الناس كافة بدين الهدى والحق إلهي سبحانه وتعالى وهو صادر النبي أن دورني نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا سجي وضد كسو الجري كتبتي هرن ولا بشاري أو تسمتي إنو تسمتي وقرنا عرب وقيد إنو نبي وصاب بحضان نبي وصاب بح إلهي نوح وصادر لكافة الناس فقلت ومن هو مركزا سؤالك علي وحنبي وكما نبي كانت شيغيس فقال انه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب نبي محمد بو الشيغمر فقلت الصادق الامين واحد كي ودا نين كان رنت بضان ذاتك اي امينان فقال ابو بكر نعم انه هو واي سجد فقلت هل لك ان تصحبني اليه هضم ايك حين كرت ايجي فقال نعم هضمينك حبي ومضينا الى النبي عليه السلام ابو بكر اليه عليه الصلاه والسلام لي عثمان بن عفان أني أبو بكر ولا صعنا أي النبي أهلني فلما رآني قال نبي مرخو أكي وحيري أجب يا عثمان داعي الله فإني رسول الله إليكم خاصة وإلى خلق الله خاص عامة عثمان أجيب إلهي عد أخو صدري أنا رسول الله سجارا والإنكو كي صدري عامة الخلق نبي آدم كأنتو ذكري إنسي جنين والإدري فقال عثمان عثمان بوحي قال عثمان فوالله ما إن ملأت عيني منه وسمعت مقالته حتى شرحت أو استرحت له وصدقت رسالته مركا النبي وكاك النبي وحسدي بيلي ورهدي سنة عن مقلي قلبي مركي وحو الدرامة راح الدرامة مركي بهذا الكبير النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله هل كاسر مكة وحنكو قريك المدي أي لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم أحد من قومه بني هاشم حتى ذلك اليوم نبي صلى الله عليه وسلم
maalinkaas marka cuhmaan ibn cafaan baa ugu horreeyey reer bani haashim cid nebiga rumaysay oo aad dadku ka soo jeedo gayra annahu lam yakun fiihim axadun yunaasibuhu alcidaa gayru cami abi lahab laakiin reerkaasoo dhan reer bani haashim oo dhan cid nebiga sal allaw alayh wasalam cadowtinimo kula soo taagan maayan jirin ilaa abu lahab oo ahayn adeerkii adeerkii aan dhahay adeerkii abu lahab un baa nebiga sal allaw alayh wasalam laf dhuungasha ku ahaa oo nebiga isku taagi jiray laakiin reer bani haashim nacam yaysan soo islaamin laakiin lama haya cidma nebiga sal allaw alayh wasalam markaa daandaansan jirtay amaba wiiqi jirta dacwadiisa hortaagay keliya adeerkii un baa lahaya ilaahay marka wuxuu qadaray marka in cuhmaanna uu noqdo ciddii ugu horreysa ka soo islaanta reer bani hishaam bani haashim abu lahabna uu noqday ninkii ugu horreeyay nebiga sal allaw alayh wasalam cadowtinimo u muujiyey faqad kaana huwa zawjuhu ummu jamiil min ashaddi qurayshin qaswatan calayhi wacnafihim iidaan lahu watankiilan bihi ninkan laleeyahay abu lahab iyo haweenaydiisii ummu jamiil la dhihi jiray waxay ahayaan dadka ugu qalbiga adag nebi maxamed sal allaw alayh wasalam qallafsanaan tan ugu daraysay u muujin jireen cunfi hadduu jiray violencena kan ugu daran bay kula dhaqmi jireen adiyad hadday jirta nebiga sal allaw alayh wasalam wax nebiga ay ula hareen markaa mara ilaa ilaahay subxaanahu watacaala fa anzala allahu fiihi wa fi imra'atihi ilaahay marka wuxuu kusoo dejiyey fiihi wa fi imra'atihi isagii haweenaydiisi qur-aan baa lagu soo dejiyey qur-aanka muxuu leeyahay tabbat yada abi lahabin watab ma aghna canhu maal wama kasab sayasla naara dhata lahab wamra'atuhu xamaalata alxatab fi jiidi xabla min masad ilaahay wuxuu ku muujiyey aayadahaas shanta ah inuu halaagsamay abu lahab xoolihiisana waxba ayaan tari doonin naar daran inuu geli doono haweenaydiisuna iyaduna ay naarta la geli doonto qur-aanka intaasoo muujiyey adugu marka tasawar qur-aan la aqrinaya ilaa yowm alqiyaama suurad suuradaha ugu sahlan ciyaalka ay xifdisan yihiina oo haddaad qaladid yar ka yar uu ku qabsanayo oo maalinka ay soo degtay ilaa alaan 1444 sano ka hor ilaa alaan aayaddu la aqrinayo ninka saa isaga iyo markaa haweenaysa wax looga sheegay ka war waana adeerkii qur-aanka marka haddii nebi maxamed sal allaw alayh wasalam ay qabyaaladu ku jiri lahayd uu ka leexin lahaa soo madiiradu ka leexin lahaa laakiin arrinku ma taagin arrinku wuxuu taagin caqiida yaanu walaalownaa yaanu kala fogaannaa yaanu isu hiilinaa yaanu kala hiilinaa qur-aanku marka uu cad yahay midda kale ee mucjizada ku jirta suuraddan waxay ahayd nin baa wuxuu leeyahay nebi maxamed waxa uu la yimid inay run tahay ama ay run yihiin waxaa muujinaya suuraddan waa suuradaha ugu cad markaasaa la yidhi maxaa dhacay wuxuu yidhi ilaahay wuxuu ama ilaahay wuxuu tilmaamay nebi abu lahab ilaa yowmi alqiyaamati inuu naar geli doono ka waran hadduu abu lahab soo islaami lahaa ka waran haddii ummu jamiilna ay soo islaami lahayd soo wixii dhan markaa ma noqdeen wax ka kaca sooma waxay noqon lahayn khalaas nebi maxamed wuxuu sheegay marka ilaa ninkan waba soo islaamay marka arag in diintan ay dhabtahay waxaa muujinaya ninkan ma soo islaamay waliyaalka wuxuu leeyahy nin mufarkiriinta ka mid a nebi maxamed gacantaabu calaa cashaabuu saarayba islaamka oo dhanba wuxuu halis u ah marka inuu rogmado buu yidhi qur-aankaas keliya aayaddaa keliya hadduu abu lahab u dhihi lahaa ashhadu an laa ilaha ila allah waxaa noo sheegaysa nadaa waxa kama jiraan ama ummu jamiil ay soo islaami lahayd laakiin ilaahay subxaanahu watacala meel baa ugu qoran inuusan weligiina islaami doonin oo halkaa ku dhiman doono gaalnimada in ummu jamiilna ay saa ku dhiman doonto ilaahay subxaanahu watacala uu tilmaamay qur-aanka marka waxay ka mid tahay waxyaabaha muujinaya annabaw alcadiim fasdaada abu lahabin dagiinatan cala alrasuuli salawaatu llahi wasalaamu aleyh washtada xiqduhu waxiqduu وحقد زوجته أو حقد زوجته أم جميل عليه نيكي أبو لهب ها هل كاسو مركة كرار كشده عدو تنمى النبي أبو صلى الله عليه وسلم إضغي نظر وحسد كا إساقي هويني بيسوا بكسير درامبا وعلى المسلمين معه نبي صلى الله عليه وسلم مركة هراء كسو الجيدي مسلمين تردنبو النعي فأمر ابنهما عتبة بأن يطلق زوجته رقية بنت محمد عليه الصلاة والسلام فطلقها نكاية بأبيها مركع هذا التنمية وحي قارسيسة إنه ويل كيس عطبة إنتو الله اللي يريد محمد إن أنتي سنة أفر مرة من إيه واحد إساقة كالسعودة أنا وصوى قلعة فر مركع سوى كافر إذا مركع حي كايد مركع وحي كايد نبي محمد كحوميه وريركع كحوميه والله فر مركع لكن إلهي سبحانه وتعالى هولك لو يسكو أدينيه ما كاد عثمان بن عفان رضوان الله عليه يسمع بخبري طلاق رقية حتى استطار فرحا نيكي عثمانها مركو مغل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلا فري رقية وقبل لي قلبي كيتي لهاي مركو مغلي هل كابو فرحات نسأل لي معناها فرحات بو مركة لا يستاقوا وبادر فخطبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مركتي بإستاقوا أرضية
والنبي انتوا قبل يضمت فزوجها الرسول الكريم منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمه به وزفتها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد وعوق الجيب خديجة أم المؤمنين هاي وقد كان عثمان من أبهى قريش طلعة وكانت هي تضاهيه قسامة وصباحة نك عثمانها رضي الله عنه وأرضاه من آدي ذو قرح بضم بوها وفول قرح سن قبلنا رقينا ويبقى اسم وقال اكاين بالليل مركا دالكتيد قصامه ذا وجه مركا فيتشرسك قصامه لغه العربي فيتشرسك سيدي وقر قرينيين او قاب كي قريشنا كنتي اد باسم وقدين اد مركا اسم اكاين عنده فكان يقال لها حين زفت اليه هبين كان مركا لا اقل جيني وحا اسلامه مركا اوبرا مريون اي لهايان احسن زوجين راهما انسان رقيه وزوجها عثمان لبل معنا او ابن ادم عنده اي ساران وحقوق قرح بضن رقيه يزوج كيد عثمان بن عفان مركا ضد وحي يعني الله سبحانه وتعالى مركا اسكو ديزان قريوي لم يسلم عثمان على الرغم من سابق فضله وسابق معروف من اذى قومه حين اسلم من كان او ضد اد وجعل لايان او ان يركهر عن صوت المال ان حتى عيالك اللي عيال سين جري ما عرفت جعيلك عثمان بن عفان هضنا مركي ليري هو صو اسلامي isoo nin gacan furanahaa oo reerkiisa meel weyn ka taagnaa haddana dhibkoodii kama iyo adeeyadoodii kama wanyan gelin oo kama nabad gelin falaqa al-azza ala ammihi al-hakam an yasba fata bani abd al-shams an dini quraish wa kabura alayhi dhalik adeerkii al-hakam ayaa waxay ku adkaatay nin reer bani abd al-shams oo ah lafta uu ka soo jeedo cuthman ibn affan inuu iisha oo diintan intuu isaga tagay diintii aabayowgood ومركا وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ارجعوا رنتي لقواي فتصدى له وبن بحمر هو اتباعه يسقي إيه انت رايك كم اذا هي اعنف التصدي واقصاه ان قف بن ادم دقال كان اوغ درن اللي هو قادي كرين كو قادي عثمان بن عفان واخذه وشد عليه الوثاق عند الله سو قبطي بل حركه اللي هو خرخره ما الاستاجيب قال باي سقى دنبا اللي هو وقال يسقى خرخرن بالله الله لو حليم أو ترغب عن ملة آبائك وأجدادك وما هذا تكلم حنسة دينتي أبيوغا يا وياشا وتدخل في دين محدث دين هذا اللي سود الرسية وعصب مية جلسة والله لا أدعك حتى تنبذ ما أنت عليه إن أنا سألت كمسي الدينين إلا أد إسكتور تدو حق عنتك وجرء الدين فقال عثمان جوابت به وحيد والله لا أدع ديني أبدا ولا أفارق نبي ممتدت بي الحياة إله ما قلت لأتين أن دينك أنا كتقين نبي محمد انا فاروق انت النوله فما زال عمه الحكم ينكل به اذلك حكم انت ومركه كسي هي انه مركه اوغودي ام اوغراعيو وما زال هو يشتد صلابه في دين الاسلام مركه استا دب لغارسيو اديك بو كسي قادي هلكا واستمساكا بعقيدتي يسو كسي دغي عقيدته حتى يأس عمه منه واضق صراحه وكف عنه مركه لغا قوستي بل اسك دايو دي رسول وحنين آدي أدرنتي آدم أنت أه ودينتي سكود جد لكن قريشا ظلت تضمر له العداوة قريش عداوة أهيسي وتلحق به الأذى لابن كما ينجوجيني حتى حملته على الفرار بديني ومفارقة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وحا أي يديان أي جارسيان هار ودينكي سؤال الله بحصده نبي محمد وكتو قدرت هجرة جلاء النقض فكان أول المسلمين هجرة إلى الحبشة هو زوجه رقية رضوان الله عليه دتك يقوه الرئي مركو النبي صلى الله عليه وسلم ويري هل هجروه ده وآه الدين كينا لبح صدق وطاق حق الحبشة إساق يهوين يسير رقية يقوه الرئي وبح صدق ولما أزف رحيلهما رحيلهما وودعهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو يقول مركي اللي سوق على وقتي أي بحي الحيان النبي صلى الله عليه وسلم أما بحين يبا بحي كويري صحب الله عثمان وزوجه رقية صحب الله عثمان وزوجه رقية إن عثمان لأول من هاجر بأهلي بعد نبي الله لوط حيري إلهي سبحانه وتعالى حيث انقرب قلب أدي هوين إلى رقية الله أمر مركو يريك البعيد عثمان بن عفان وأنك يقوه الرير كيس له هجروا ذا مركا لقاتك بعد نبي الله هجر بها ديجت نبي لوط بقى قدم بي وصار بأهلي إلهي وتمام معناه عن كوضا وصار بمحيح موسى لكن إلهي يقول له هجروا ذي فآمن له لوط مركا لتمام باب كمركا لمريو نبي لوط أقوه الرأي إد أهل كيس له هجروته وحا كحيي وليها النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان بمركة كحيي لم يطل عثمان وزوجه المكث في الحبشة كما فعل غيرهما من المهاجرين أصاءت
عثمان بن عفان هي هوين ديسي وحبذا كمين راجل حقه يمشي مهجر كأهيد وحبذا كمين راجل. فقد اشتد به وبرقية الشوق إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والحنين إليه إلى مكة وحان صوت قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا وقران هي مكة المكرمة تيوي مكة كسيحا وهينو ضد حي نوعا ما آدي أبو حسين ما شاء مكة أركان. فعاد إليها مكة دي وصلى الله بتير ولبث فيها إلى أن أذن الله لنبيه والمؤمنين بالهجرة إلى المدينة. هل كان بمركة كنا قاعدين إلى إله سبحانه وتعالى هدنا أي كتب الهجرة إلى بعض ولا يري نبي محمد المؤمنين تبليه هل هجروا ذا. فانطلق مع المهاجرين مركة دقائقين هذا المهاجرين تيه ولا مركة هاف بيكم نقطة وصلى الله بتير ويسي وليوين تيه لبعض نوي دقائقين. شهد عثمان بن عفان مع الرسول صلى الله عليه وسلم مشاهده مشاهده كلها وحضر معه غزواته جميعا جميعا. نك عثمان بن عفان اللي هذا صحابي الجليل نبي قاب والباء والدقال يدرر وكقر قاب جوك وهو تاكنا غزواته نبي قدو الله نبي يدويوين كي ودن النبي صلى الله عليه وسلم أي عسيمو أما بحيانا هو جوك مال وكم مغنى مجرين ولم يحرم من غزوة غير غزوة بدر كليه وحسن قوب جوك آنو أهين دقال كي بدر أي سنة كلا بعض دعال دقال كي وينا عثمان بن عفان مجوك صوتهم حيه. فقد شغل عنها بتمريض زوجته رقية رضوان الله عليها وحاوك كان مشغول محايا الوحوب بحنانين زوجتي سي رقية آدي أبو حنون صنيت والنبي صلى الله عليه وسلم إن أنت سيري. ولما عاد الرسول الكريم من بدر نبي مركو بدر كسو اللاطي وجد رقية قد لحقت بجوار ربها فحزن عليها أشد الحزن وصلت إلى رقية أي نفط فاروق الدنيا ذكرت كتاب لما طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلت طبعا وضوء هاي المركة اللي هي ثمان وضوء كل هجرة وحي قال يان جهادي أدو مركة كور هاي رنتي وحو كجري دات في مركة على قرر يبو كجري لكن إلهي ما قدرين إن ما أركتي النبي صلى الله عليه وسلم وأرك الرقية أو نول الكعبة كل ما تي أنتم بدركم مقنع. وواسع عثمان بن عفان على مصابه بها أكرم المواساة النبي صلى الله عليه وسلم وأدو وقالت عزيزي عثمان فعده من أهل بدر يسوقوا قوب جوق عنين هدنا وحال وتري ذاتك ليس كي بدرنا ولا وتري دقاك قوب جوق ما هاي كما قيب قادم لكن مركي اللي ساميين أمام اللي سيين غزوة دي بحي مكة على قصوة هلانا ولا وتري وقام دها ذاتك جوقي ويلا غني وأسهم له في غنيمتها نبي غنيمة ميسي وحبو كسي غنيمة بدر وزوجه من ابنتي الثاني أم كلثوم هدنا إن أنتي إلا بعد أم كلثوم بهدنا أمهرية تي هروي لما تصام طلبات وهل كان مركز إليها وأنك كلية النبي إلا بعد جارحيد للنقضي وكان فدعاه الناس ذا النورين مركة لقب كان ذا النورين كي إلا بعد النور لها هل كان مركة كرعادة إلا النبي صلى الله عليه وسلم الماء دبر كيسة كالصوت قاي إلا أما هو ما أردتي قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقول له إنه مهر سوى النور نور كلاوات هذا مكر رقي ومكثون بإله سوق درمر. وكان زواجه ثاني من ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم منقبة لم يظفر بها زوج سواه وحينها سرف كنت عتكلا قارتي أينجلين ذلك أن التاريخ النبوات لم يعرف أحدا أصهر إلى نبي أو أصهر إلى نبي مرتين سوى عثمان بن عفان وأرضاه. أنت أي تاريخ سوج جرتي لما هايو قف مركة النبي لحظة لرجر أنا الحين عثمان بن عفان وهذا الكلام مركة أررت إنه أها. ولقد كان إسلام عثمان بن عفان من أعظم النعم التي أنعم الله بها على المسلمين وأجزل الخير الذي أمده به الإسلام. عثمان سوغليتان في الإسلام كان وصوغلي نعمة وين بوها وهنا يتقلد هذه يطلب الله رونا مقيدله إليه سبحانه وتعالى ومضان وقتل قلي كو مركة سوى النبي صلى الله عليه وسلم هذا مركة تاريخ سلبت قلينا فما مس المسلمين ضر أو ضر إلا كان عثمان أول من واساهم فيه. مسلمين تقلب كجرتين لب كتم الماء ينجرين انتو النورة إلا عثمان بن عفان وحوها قف قرب إساءه المسلمين تمركع عاوي كو ولا نزل بالإسلام خطب مشكلة من كماء المصيبة مشكلة كماء من إسلامك إلا كان عثمان طليعة كاشفيه ذاتك يقول هرموت كأها أدتك مصيبة كفيد إليه سبحانه وتعالى كنيدي. من ذلك تسألون المكان بكنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم المرك النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على غزوة تبوك دقالك تبوك النبي صلى الله عليه وسلم وطباب الشيستي وقام بوقاتي وصنت كسقالات إهجريدا وصقال بقل يقوق كيلومتر مدينة مكان لقاتكو
ووقت ودرن تق إلهي سبحانه وتعالى وساعة العسر غزوة العسر يكون مجعابي ووقت دك بقى أنا هلي كريم ووقت الوكل تمي أما نوعا ما هل رتيب بقى كذا اللي حيسد حنين ووقت تمرت اللي مود موسانة ووقت حالد أجد وأذكته أو إلهي سبحانه وتعالى جيش العسر وتن يكون مجعابي مركي النبي وقاتل جوان كا إن دولان كا لقلو كانت حاجته إلى المال لا تقل عن حاجته إلى الرجال باهيد النبي صلى الله عليه وسلم وقبه انه هلو حوله لوجيستيك كما ينشكد عند باهيد الله وقبه رق دق علمه سن رقبه لو غبها يا حوله مركه لو غبها فجهز او فجيش الرومي كثير العدد وافر العدد وهو يقاتل على ارضه محايل الدقال كمركي استراتيجيا لربحه عيدا كان للرواء لربح بعد دقايق وعيدا عرم رمو اجد وتربضا جيش الروم ومد الله بعضه دقال كان وحو كان لعدونا لول كودي جوبتو يعني دجال كأدو مركا إيريا ده ديجان كا مركو يا وحلا جايبا إن نوقف كي إنه مركي جمود ارتداد يسمى أو دبر مركا وهل كا بروسيمها ودكت إنه سكدي عنكره لكن مركا الله صعدا له منهم أكا ودالن وسجال بقول له كيلومتر ديار إلا الغمة تجا ترين الغمة تجا صعاني هل كا مركا كتب تكتن صحيح ده أيرتها أدو مركا قياس وحي نكون كتو أنه دجال كون نكون كرو أما المسلمين فكانت رحلتهم طويلة ومؤنتهم قليلة ورواحلهم أقل مسلمين تو سفر كود وديرا سهدود ويري قديك أي قادنا يانا أما أي مركة أي كو سفر يانا ما هين قادي مركة كو في الآن بويرا وكانوا يعانون من جد من جدب قلما أصيب جزيرة العرب بمثله وحكلوا هليا تيالك وحكدر حل أبار بيهايت أو أبار تاسنا الجزيرة العربية أبار لميدة مصعب يعني وحي هدمال وقت أليد وضرم فاضطر الرسول صلى الله عليه وسلم الى رد نفر كبير منهم عن الجهاد وحرمان من الاستشهاد لانهم لم يكن راحله تمنح تحملهم فتولوا عينهم تفيض من الدم. طبعا مركب حكايه النبي صلى الله عليه وسلم ضف تربضا او صحابه كم ده انه يرى لديكم ربي حكرتان. صارت انا وحي هي محي علي وحكوف فلان يسحي يكون دقات ما هيستان. قف كان هدوسا عند انو هيلي كان دا بدي او كحيسان لهاي راشينكي وجيتك وكعون لهاي لوجيستيكي وكل دقائق قال لها مركب وحبا ما صار فريسو قرانك إله سبحانه وتعالى وعلى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قل لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم لا يعلمون يعني إلهي مركب وحبا تلمام دم بما صار وليس ما صارت قروب بالتريه ذاتك أنسو عن كرين ذاتك سيدان ولا على الذين اذا ما اتوا ضدك اي كوي ما دين في النبي يوم مركا نولي ان سفر كو قيل لهين اي صحيح ان كنت قال تي لهين انا سي او اتري وحبا اذا ما هلي كرو يوغ اد يد وغا مورغيس المشا كعرق دي لمين اين يقال هنا الى سبحانه وتعالى وقب سلم قال هذا كو جرم عند ذلك صعد الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر نبي عاد او هي مركا حالها مركا كنت ماضي كيد دولته ما امجرين وزاره قاري قارو ارنت مقابل سن لوجيستيكا ما ينجرين النبي صلى الله عليه وسلم وحكيت في سؤها رسوسك وحكاه وها بعد الله جل وعلا وخل قياس الضوم هذا إله يدتك هرجوغ النبي من بركو اشتاقي فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله سيدا على ذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم حمد الذي إلى أمان كي بكب الله وضي. ثم طفق يحض المسلمين على البدل كدي من حب الله وضيك يكب وريؤه كرت الترسية إن وحلب حانو يروح لبحا ويمنيهم بعظيم الأجر إسلام أركانا ضدك مركا أو جعلي شيء أو إذا المرك كان وذي دي الجرايد إني أجر وإني كهري دونا يا إشتاق مرك مرك النبي صلى الله عليه وسلم تو إشتاقوا لي رحولها سلوا بعين فوقف عثمان بن عفان وقال عثمان ما تإشتاق فيه علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها يا رسول الله أنا دعوت رسول الله إن أنبحيه بقول هلات أم بقول رتي ومرك راح ذي راح بوطاه وحبا أنا كلام يحل الوفود لها إيه ما أرى تقلب كيو دنبا ومجهز كامل فسيلتي قدم وطاه فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المنبر درجة نمبر كان النبي صلى الله عليه وسلم درجات بوها خاص بهذا نوصل معه هل مركوس ودي خدي غير أن وقف هذا صلى الله عليه وسلم يحض الناس على البدن من جديد هذا هل كان سكسي كار القاعدة النبي صلى الله عليه وسلم تيهرة بقول وحا كتغي ورتي وحيل أنا بحيني وحا قعنت أتاكتي عثمان بن عفان مركو هسو صلى الله عليه وسلم فنهض عثمان بن عفان ثانية دب دنبو هذا نهين قضي مركبو يشتاي وقال علي 100 بعير اخرى باحلاسها واقتابها يا رسول بقول كلا رسول الله هدان فتهلل وجه الرسول صلى الله عليه وسلم
النبي يقول جيس مركا فرح بها كم مقل سرورا ونزل عن المنبر الدرجة هذا لم يكسد حاب أسوأ بعد صلى الله عليه وسلم. ثم ما لبث أن وقف وجعل يحض الناس على البذل كرة أخرى هذا أنا هلكاسو هذا أنا بالله النبي صلى الله عليه وسلم ذاتك أنه كب وريرة وحلبحة لأن عثمان بقى استاقية. فنهض عثمان ثالثة وقال مركلو هذا أنا مركي بهن قدويري علي 100 بعير أخرى بحلاسة وأقتابها رسول الله بقول كلا جوكتك سدح بقول بمرين. عند ذلك أخر الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الرسول يشير بيده الكريمة رضا عما صنع عثمان بن عفان. النبي قال مركب وحب الله مركز إنه قعنته ساوتاق عثمان بن عفان كلمة تاريخية ومالك شيء وديوان قريسا بوهلك كيري مالك وحيني ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان وين كردت عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم كل مدى شيء عثمان وحال الله وحو صمريه ما دي بيدونا بين الله سبحانه وتعالى وح كستو صمريه عثمان وح لو قضى ما طلب بالله. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كاد ينزل عن منبره حتى انطلق عثمان إلى بيته مركو النبي يسير منبر كسودك وهذا نقول يسي آل عثمان بن عفان وبعث إليه مع النوق 1000 دينار لها أبلنقى لهذا نوح سورع لهذا نكون دينار وكاش. فلما صبت الدنانير في حجر الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم مركي دنانير تاسلمات كائل العقاها مركي النبي صلى الله عليه فرق صلى الله وشبه جعل يقلبها بيديه الطاهرتين ظهرا لبطن وبطن لظهر سبحان الله إنه الركرق العكس ساء الركرق صلى الله عليه وسلم دنانيرتي مربرنا مركه كأيه وهو يقول إسوى لغفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما كان منك وما هو كائن عثمان والله كل لافو وعلى وحي قرصتي الدنبي وعلى واحد مجسستي الدنبي وعلى وحي كاسوف يوحي كان لعدان انت الى الدنبي قال النافر يعني بمعنى مركزه الى ان تقوم الساعه به يعني بمعنى دعاه مركي باب الانفاق لجوغو والنبي صلى الله عليه وسلم قال عندي سؤال وجاوبك انا كو غرني اي تهي وح اسلام كلو هيلين لو غرغاري نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كان كنت اجنيت او الى سبحانه وتعالى وتي ما مولاك العسر وكنت نامي يعني مالي وحي هادي ادو درن. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوا في ساعه العسره في ساعه العسره ومركي ديدو هيدو حاله الدرنيت في ساعه العسره والى سبحانه وتعالى وحول يزيغ قلوب فريق منه يعني حتى روح الوسك تدفر بضين الجلادان من الهلاكه انك كان كبلونا تامر كما موقف جعفر الرانتيسي تصالوه. وفي خلافة الفاروق رضوان الله عليه أصابت الناس سنة مجدبة أهلكت الزرع والضرع حتى دعي عامها لشدة قحطه بعام الرمادة وقت يوحل سوغاري خلافة عثمان عمر الخطاب رضي الله عنه أبار آدي الضرم باتمد وحوالي الدلق من نرى أنا سوريبي وبابها وكالكتي كدب يعني سيئو الدرانتي درانتي درتين أيوح اللوت بحي عام الرمادة يعني بمعنى محايا لي سيدة رماد كأيوما يعني بمعنى سيدة مركة عيد دوك أي مركة أمو قطيئة ومعنى ضدك حتى جوي حتى يسبدو فوق يبون نغض حالات مركة الوجلو ضدكونا هذا مركة أقعد جوذين حتى إن الكرب ما فتئ يشتد على الناس حتى بلغت الأرواح الحناجر. فأقبلوا ذات الصباح على عمر وقال ذاتك وحيكو سيكتر مركي إنا قاجأوا الإذان يعني بمعنى حالة حنبة لقاري وذاتك سيدا مثلا مركي ده عذر جاي حامرك يما سيدا كورونا وكال ذاتك يقولوا اسكدي مالي أيا حنونك أمو حنكوة ذا أبارتا تيمي ذاتك وحي حالي سوا هايا يقول قريهو ذات جوغ إنا الإذان إنا وحل عنا مالها وحل هنقري الله مريم مركا مالها ذاتك مركي يقول سعودة لمظاهرات الصنايعين كان مركّم أي خليفة المسلمين إيمان عثمان عندها عنوان الخطاب يا خليفة رسول الله بيحيل هذا خليفه أمير المؤمنين إن السماء لم تمطر وإن الأرض لم تنبت صمدين راب لا إيمان وحراب مدئين أرضين وحمص وصارون ذلك مجرو فقد أشفى الناس على الهلاك دتكون وحيد كسكتان إني هلاك سمان وقد عربي أشفى فعل كمركي زيادة ألف تأوته وهلاك شفانا وعافمات سادس قولك مركي ضد عيني سبحانه اللهم أشفي هدين اللهم أشفي هدين أشفي هذا الله هلا قول الله مركي إلهي هلا قول مركي أشفى هو هلا قول إشفي مركي اللهم أشفي إشفي
marka hamzadu marka wa kasrad way kasraysanta marka dad badan waxa u dhintaan umay wadaadada laay arabi aan noqon marka wa in aad ilaashi kelmadda iska ilaali marka hadaba marka wax ilfama tasna fama nasna bayna hasamayna hadaba فنظر إليهم عمر بوجه عصره الهم عصرا عمر الخطاب وجهه كنت مروق أي كم وقت يعني مروقته أي مرمار توجهه معصور وكذا وسألنا وجهه بدلين أقول إس بروح تسيب هذا صبر أو جك سلا أتكيس فإني لأرجو أو أرجو ألا تمسوا حتى يفرج الله عنكم وحن رجك قبا إن أم قبل كما أنت أم دين إلا إله سبحانه وتعالى إن كفر ربي يعني إن شاء الله ما أنت بشاريست فلما كان آخر النهار وردت الأخبار بأن عيرا لعثمان بن عفان جاءت من الشام وأنها ستصل إلى المدينة أو المدينة عند الصباح مركي قبل كودي جاري يعني مركي اللي جار قبل دعي أيا أخبار تسائل سوصة تفتوح ليري صفر بيع مشترى أو عثمان بن عفان أم قناع أيا الشام كسو قلي دون مانتا ووقت قابل مركب كسو بيقين وحين كسو بيقين صفر كسو بيقين كاربان كماشي اللغم عبود بري أرورتي بسوق لدون فما إن قضيت صلاة الفجر حتى هب الناس يستقبلون العيرة جماعة إثر جماعة صلاة الفجر مركي سالوت كذا لأن ضد حد حري قاعد الله استحلا بأحياء السلام عليكم مركي اللي ذاتك روح يسكون لقال هل جي مركي سفر كسو حيران إيه قول الله ها روح سو ويريد دونه سفر عثمان بن عفان أم قنو بيع مشترى ومركا حنباسا انت سو راشين وانطلق التجار يتلقونه نمكي تجار تأها يوهم قريبا كم مقام وحير روان مركا إنه باهاشا مركي وإنتي كهور تغان وإلو ريغان كده من بخارضو إنتي ديكتان داتك بلسان مركا قصة ميانو باهاشا مركا ماشوكو حباستان داتك يوم مركا تجارتي وعوه الرئي لأن يوحي لي كره فإذا هي ألف بعير قد وسقت برا وزيتا وزبيبا هل كان مركا وكن رتي ووحا لغوصو حمولي أي سجود جيران بر iyey zeyti dadku wax ku karsan lahaayeen ee zabiib inta qofku isku helana khalas gaadaw marka bayqa ana akhat al-iru bi bab al-uthman al-mu'affan marka wax la wixii markii ay soo galeen ayaa wax la wixii gaadida meesha la keenay tii waxa la oramiyay oo la hor istaajiyay babki uthman ibn affan wa dafaqa al-ghilman yunziluna anha ahmalah raji wiilashii yaraa shaqalaha xamaali ahaan waxay bilaabeen markii inay ka soo dajiyaan oo ay rar dhigaan فدخل التجار على عثمان نمك تجارتها او ديل علوس عثمان من وضا مركه اوتغي خير ما كان مركه ان برجين لا غلا لا غورغورتمان ويرا انا نغ سو وريجي ادونا كسيخو بعد وحي يرهدين مركه بعنا ما وصل اليك يا ابا عمرو ابو عمرو يو واكو يديسي ما نغ ايب نغ سو وريجي فقال وحي يري حبا وكرامه وحي يري انتي احترام بان ايدين هيا سيده وناكسن اديغو تيمادين ان ادي لا هذا شان وفي عنوي ولكن كم تربحونني على شرائي محان فائدة إذن كهرية إن شاء الله إلا أنه نبع مشترى عنها إذن كنا تاجر بها إذن كنا تجار باتهم وحنا واسوق إيمن ساد إيكور لنيسان إن شاء الله قالوا حيرا نعطيك بالدرهم الدرهمين هل كي الدرهم لا بدرهم بقو صارين قالوا حيرا أعطيت أكثر من هذا إنت إن كان بضمان هستابير فزادوا له مركزي كرديين مركزي أعطيت أكثر مما زدتموه إنت إن كان بضمان هستابير فزادوا هو الكرديين وعطيت أكثر مما زدتموا من هذا أنت إنك بضع ما نستعب مركزي كو كرديان دينار يدرهم فلو هرال لي وبلا قال أنت كبر فقال يا أبا عمرو ليس في المدينة تجار غيرنا أبو عمرو ضد كويس قانا ما قال هذا عد أنا نجا هين أو بيزنس مان مد جنا أنت ما قال هذا لجوي يقيم بيزنس ويكل فرد إذا ما أنت وما سبقنا إليك أحد عدنا وكاسه ريسن ما يجرتو فمن الذي أعطاك أكثر ما أعطيتنا واكيك كرسيي إنك بضن ربح أنك ما كان أن قوضه فقالوا الحل إن الله أعطاني بكل درهم من عشرة إلهي بها درهم هالبابا وحو إيسى ربي طبعا فهل عندكم زيادة ما كور بميسان قال لا لا أبا عمر ما انتهى يعني معقول ما إلا نحو كفى إلي مركا مالا فقال مركا الحل إني أشهد الله تعالى وحن هدر إلهي مرخاتي قيرين أني جعلت ما حملت هذه العير صدقة على فقراء المسلمين لا أبتغي من أحد درهما ولا دينارا وحن إلهي مرخاتي قيرين وح الله وحي كارفان كان وحن بارسيه أو إنتا صو ما أردت رارا أو ما أنت لصورا من الشام وح الله وحي عن بارسيه صدقا كدي قبير المسلمين دكو ذا فقراء شلن إي درهم نمركا كما في لئينا يسيا وإنما أبتغي ثواب الله ورضوانه
ورضاه وكلي وحن ربابي إلهي إنه أبال مريئه راضا إيجا نقضى هذا مرك قياس مرك المدينة المنورة ودت خيرة الناس لبنت أها حلكي سحابة أها دتك أوجد إيد جنايين وصحابة ما هلك سأقول له بين أو جاجح على اللي سيحن واي أو دتك أي مروج أي سكه يسوع أمير المؤمنين ما روك بالله أنا الحين وحيابها الدولة اللي جري ذا وحيابها خلافة اللي جري ذا وحيابها حلو إنقلاب حالد إجبت هاي نيك دتك ودم يري أنا ما أنت سينا وحي عوني لهايين أدو مرك قياس عثمان بن عفان مرك مرك وارنتي وح آل لغا نحو نمان مسلمين أنا إني ترويجيان مستشرقين تون أي نوصو كروسانو مرك إليهين معركتي سوشال جستس كا عيلين العدالة الاجتماعية عثمان بن عفان كوان في عينين مركي أن أمير المؤمنين مركو النقضي وأنا إيمان دونت مركي لدي لي أسباب كي كدن بي سوحا هاي ميس يسبو كسن بي هنتيني بين آدم كا بنينكا كان شيلين كي إساق أولا هاد دولو آنا لهاين وعيد كوب بيشاين جين ساء وبحينه وضبعي يساء والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول يساء يرير كيساء يساء ولا حجري جري ميا الله فيلي إن السوشيال جاستس إمال وغير عمل العدالة الاجتماعية وحلو يقال نقول ما صلوات ربي وسلم عليهنا رنتي هو شاقي وعثمان بن عفان ويه وانوي ما نظن قصة داس إن شاء الله ولما آلت الخلافة إلى عثمان بن عفان ملك اللي سوق قال وقت عثمان بن عفان وخليفة ونقل فتح الله على يديه أرمينيا والقوقاز إلى يوحو قدر مركة مرك وقت يسيا وحل فرتين لورك الدوان وما أنت لو يقان إرمينيا إيه لور كان قوقاز كلو يقان إيه ونصر المسلمين وسودهم على خراسان مسلمين إليه سبحانه وتعالى مركة وحو قعنت أقلي أسياد وقال لي لور كان لو يقان خراسان كو كرمان كان سجستان قبرص وطرف غير قليل من إفريقيا إن فربضان كم ذا لور كان أفريقيا أمكنم وقت يسال فرت إلا نبرا كيسان ويموت هو يقان سيدة وحلو مامول هو يقان سيدة عيدا كالله الدرة حوالها سيدة الله بحي أسكري جانا مركي جيب كيسي لبوحي وحوني لها وحبي لها لسيانا دا عضو نغاني عثمان بن عفان وقت يسي إلهي وحو قدري لولوك اعتراض بضن إن إلهي سبحانه وتعالى مسلمين تأفور ولقي الناس في عهده من الثراء ما لم يحظى به شعب على ظهر الأرض وقت عثمان بن عفان ونولانا ذاتك إلهي سبحانه وتعالى والفيل وحوسي برواقه oo aanay waligeed aanay dhicin shacab ardadan ku nool guudkeeda oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala barwaaqada uu sii ma ay jirto ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka wuxuu qadaray cismaan bin afaan inuu mad marka masr uu noqdo hadatha al-hasan al-basri hasan al-basri wa qisay inuu sheegay oo warramay wuxuu radiyallahu anhu oo ka warramay wuxuu yiri na'ima bihi an-nas fi ahdi dhin-nurayn min ar-rakha'i wa bulhaniyati al-aysh dadka markii la soo gaaray buu yiri waqti cismaan bin afaan ذو النورين مركو النقضين مرحضة وخليفة النقضين ذاتك إلهي وحو قعانت وقل رخاء بلهين اللغة العرب وحلو مقعب وحي هلين ويلفير وحي هلين معركة برواق رفاهية هلين أفر تقيس بإلهي إله سبحانه وتعالى ولكن رأيت وحان أركب يولي منادي عثمان بن عفان رضي الله عنه ينادي قائلا وحان مقلي بيولي أما أن أركي إنده قصاري نن عثمان بن عفان كسو إلا ذاتك مباقي ورمسة تكس مجلس ودرن مجرم war idaacada laga baahiyana ma jirin TV-na lama soo fariisimay ma la soo dirana ma jirin nimba halka istaagay oo khaliifada muslimiin qasriga hor istaagay markaas uu dhawaaqay oo qeyrinaya la waxay ahayd oo customki markaa jiray ayuha nas ugdu ala utiyatikum dadawi maada wixii mushaarkiina wii maada intii hore qaadan jirteen bal kaala wii maada marka qof walbaba sida maanta aan system kan aan ugu aran Europeanka in dal qof walba ceyr la siiyo nool bakaale shilinka bilkaaga soo raasay la dhigay فكان الناس يغدون عليها ويأخذونها وافية هل كان انتهي التقام بيبيل كل سوق قادم دي أيها الناس اغدوا على أرزاقكم كالي واحد عنتان وإي ماذا فكانوا يقبلون عليها ويعطونها غزيرة وفيرة انتهي التقام بي نول بلوسو بحين دي كيش كيسي انت اللوسو بحي قند يسي أي لسو تقي دي ولقد سمعته والله أنا أذن ولقد سمعته والله أذنا وهو يقول دقيه يقام كم مقلب يقول له اغدوا على كسوتكم لركينا سورة سدى يعني شليمات او مركي هرا ايو راشين كي لعون لها ايو وحي لحران لها ودرا مركي وحا اله سبحانه وتعالى قدره انو ضدك مصاريفتي اما رشاده انتو يسوق الدرا فكانوا ياخذون الحلل السابقه مركي سبع على سنجري در مركي جيركو انا نوضع اسطوره مركي السابقه سابق هو شيء كامل يعني مرة يرى قابان وحوقع تفاها كسو حيد ميساي هداي تعاني قفكو حلقنا سكو في اللاني اما جاك ديرو حتى برنامج أن حرين كرين ما يعني من حسيني مرة مركا كف لن قفك وحانو ما ضروع سابقة وكان يقول هلموا على السمن والعسل كالو إيمار الصبق إيمار مرة بنو ماذا
يعني معناها دكا قف كباهي سوال لقرت إن قرية قراء على سقوط ضرورة إن بيلا سي عسرية الله الرعي هو سهل معها ولا غرب يقول حسن البصري وحسن كانت أجيدين بين لكم يقال فقد كانت الأرزاق في عهد عثمان دارة في الوقت عثمان بن عفان أرزاق سابق يشب ميسمين يعني متك لقاء الهين بايه مستمر وكان الخير كثيرا إلهي خيرك أدب أبدي وذات البين سعيدة ضدك اسمها هيسن نن كل دقن ما هي لأن ضدك حاس كل دلفق سيد هان نن كل مشقوس أنا مكة مجد ولم يكن على ظهر الأرض مؤمن يخاف مؤمنا أرض الجود كذا لقوم هي نن مؤمن ومؤمن كلا كبر قنا وإنما كان المسلم يألف المسلم ويواده أو يواده وينصره قف يعني ضدك مسلمين توال على يسوع هاي واجا وين يسوع نسرين جرين ويسوع دون مجرين وين استعلاين في وقت يا مركة وهو وقت آدي أدرنتي برواق صورا كيسة لكن بعض الناس إذا شبع هلك وين مركة وصعد أتمنى لا صعد لكن بعض الناس إذا شبع باطر لكن ضد مركة إذا كان كبر بيق هذا هلك هسي كبر ببلاد وإذا أنعم الله عليهم كفر مركة إلهي من نعمين قال لما كذب بيس فعتب هؤلاء على عثمان أمورا ضد حب الله مركة إلا ولا درجيه مركة إلا درجيه وحب الله بيه إن عثمان من عفان أي وقع عوضا دور الريموت لو فعلها غيره ما عتبوها عليه هدي قف كلا سمعين الهان رنتي ما ينقبصدين بولي ولم يكتفي هؤلاء بالعتب انت كليه كما ينقبصا وكما حك حقانين ولو أنهم اكتفوا بها به لهان الأمر هذا انت أهان لهنا فضال هذا فقد ظل الشيطان ينفخ في أرواحه من روحه ويبث في نفوسه من شره شيطان بساء وأفو في المركب يعني على شهر روحها كدرا قد يكون اسكع وضانه السيد قيليان وحمى نغمى قن إيه سائن وسمي وحلا يعني كان جاب كل وبي وحي مركو أركو قف عثمان لو وحيسيني تاون وموقته انت كليكم كيسا شيطان بقفو فبولي حتى تألبت عليه طائفة كبيرة من أوباش الأمثال فحضروه وفحصروه في داره نحو من 40 ليلة ومنعوا عنه الماء العذب وحاقوا التشتي قدقال بان أسوء أبابولي رمان أوباش أوباش وحلوى قبائل كوسكوت تجي ضد كلا دوين أوباش وعم قبائل كلا دوين أو كلا نوعيين أو أنا يسكو مال أهين قبائل كلا دوين أو يسوع جاسمي أو يسوع أبابولي بروح يكسر كعج عين لما أن مجاروين كأودو مركز قول جليان أما أو جليان دارتي سا مركا هل كابا مركا حسر اللي بسميه أفرت نهبين بعثمان من عفان دارت أنا كبحين بل إسكت دايون دارت كبحتها بيجو عبي لها سي يعني ووديدي ويكجوين يعني نيك إن شاء الله ضدك رجيني مرشيني مصروفي وحيوبها ينسيني ما أنت وحيو ديني إنه بيعبو وقد تناسى هؤلاء الظلمة الطغمة أنه هو الذي اشترى بئر رومة ضدك وحي هالمامين بوليه إنه عثمان بن عفان أها نيك يبسدي عيل عيلك لما قعد بحي بئر رومة من مال الخاص عيل بحو أها آدي أدوين عيلك بحو قضي ليرى التوية منه سكان المدينة ورواده إن هلك كعو كان عبان وكبي عبان دمان دتك دجن المدينه المنوره هلك اسغا اجيبي كعنتي سشيلين كيسو بي روما الى الان يعني هو شقيني او كان كيسو كسوده اجر كاس نينكي شلي عالكا قضي اما نوعا ما ويبي اي ردتك هو رابين يري اي ما انت وحي وديدن بيه ولما يكون لهم قبل ذلك ما من عذب يرتون منه عثمان بن عفان انتو سنعالكا بالروم ان ويبينا بي اي عبان او نظيفا ما بجرين به ثم إن حاله دونه ودون الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوعى كدرة حتى وحي أديدين إنه بيت مسجد الرسول كنت كذا قولي جيسا مركة هل كاسا مركة قال لغو قليو لغو الشري دقات الوائد وقد تعامى هؤلاء عن أن ذا النورين هو الذي وسع ثاني الحرمين من خالص ماله ليتسع للمسلمين بعد أن ضاق بهم ذرعا وهي المنسين بيور قال الله إن عثمان بن عفان إنه أهانينك اللبعض أما نكي بحيي حوله سا أو كوا سيئ ثاني الحرمين مسجد المدينة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم نكا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يرى مسجدك إساقا إكسبانشن كسمي العقبة دنقلي واسع بكالي مسلمين تعيري بكو أها مسجدك شلي أو واسعي بما أنت عيري كالي بيه شلي أو فري أي ما أنت عيري كالي بنا أدم وكا ولما اشتد على عثمان الكرب عثمان مركة مروبة كتين مركة وتفاقم عليه الشر شرطنا أي شيء كربي عرك إسكو شررتي نفر إلى حمايته نحو من 700 من الصحابة وأبنائه وحق الصائر رسول تضاب بقل أو صحابة دي رسولك
ee ilmihi ay dhaleen ayaa waxay yiraahdeen annaga hadaba heenka iyo difaaca galeen. Cuثمان بن عفان intan kadib lama baxsan kara miira fiihim dadka marka ay soo uruso isaa abaabul saxaabada rasuulullah sallallahu alayhi wasallam ay rabeen dagaalka galaan waxaa ka mid ahaa Cabdullah ibn Umar ibn Khattab, Umar ibn Khattab baa dhalay, Cabdullah ibn Zubayr ibn Awam, Al-Hasan, Al-Husayn, wa ibn Ali ibn Abi Talib, labada waxaa dhalay Ali ibn Abi Talib, Abu Hurayra wa ghayru wa ghayru, dad fara badan oo tadabbuq ah la tirin karo, laakiin inta marmuuqiinta magacooda nagu soo noqnoqdaan oo maanu sheegno prominent figureska, laakiin dadku aad bay u badnaayeen. Laakiin Cuthman ad Nurayn, wa saahib al-hijratayn, wa baadil al-ma'ruf, aathar an yuraaqa damuhu, ala an turaaqa dima'u al-muslimina difa'an anhu. Laakiin Cuthman ad Nurayn, isla markaana labadii hijro hijrooday ninkii gacanta furaa ahaa wuxuu door biday dhiiggiisa in la daadiyo halkii dadkii kale dhiiggooda ku daadan lahaa, ilaan isaga keligii in la dilaayo khalaas wixii khalaas oo dhamaan. So aniga ma aniga halay u tagay, laakiin haddii uu heegan iyo dagaal uu geliyo saxaabada rasuulullah sallallahu alayhi wasallam inta meesha kulli ankarta adu qiyaas tadabbuq ala saxaaba waxa laga yaabaa diinka nuskiisa inuu naga tago. Marka wuxuu yiri intii dadka la layn lahaa aniga halay laayo, وفضل ان تزهق روحه على ان يقتتل المسلمين دونه وهو marka door biday in isaga ruuxdiisa la tago halkii ay muslimiinta iska leen lahaayeen isku baabii lahayn fa'azama ala alladhina nafaru ila himayati an yatruku li qada'i illah tidi wallahi hadlay dadkii u yimid oo saxaabta rasuulullah sallallahu alayhi wasallam u yimid dadkiina rabamaanta in aniga igarab istaagtaan iska kala yaac iska kala tagab guuri qadarta ilaahayna ii deeyay aniga qadarta waxaan kala helnaa wa qala lahum marka suxuu raaciye أقسم على من ولي عليه حق أو على من لي عليه حق أن يكف دمه وحان إله بأن يكون داري قف والبو حقا كله طب حقا مش كله أنها مسلمين هذا أنها كعان تهذا الرهيب بيحبه الدفاع. وقال لأرقائه ذاتك قل جيسك الشقين ويسوا مركا عبيدة وأهان وهي من أغمد منكم سيفه فهو حر قف والبقى سيفتي دي بيقع لي قال كذا حروي يعني معنى إلا سافيه ولا صبحان intaasoo waxaa guriga jooga raqiiqa oo shaqaynaya nuulba seeftaada wuxuu dib ugu cesho galkeeda dib ugu cesho waan xoreeyey. Walaqad ghafat caynu khaliifata rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam walaqad ghafat caynu khaliifata rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam lahadaatin qabla masra'i faraa annabiyya alkariima afdal as-salaatu wa azka at-tasliim alayh. Marka isagoo guriga marka afrasaasi ugu hareeraysay intaana waxay Cuthman ha soo baxa bay leeyihiin inuu daqaaqay u diidan isna uu iska kala dira saxaabada rasuulullah sallallahu alayhi wasallam inuu iga taga dagaal uma geli karee idinna badbaado dadkina badbaadiya daqaaqa aniga kaliya halaygu tagay. Markuu yiri isagoo meesha fadhi mushafkan uu saa u horyaal soomanna yahay runtii wuuna sooman yahay qur-aan uu aqrinaya ma in yar buu indhaha isgashtay hurdayad baa marka xoogaa bululmood wamacahu. Markaas wuxuu arkay intuu hurdayay nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam buu ku riyooday ومعه صاحبه ابو بكر الصديق عمر بن الخطاب يودا الى جوغان ابو بكر عمر اللي بدو يكو ريين سوما و هو كو ريوداي نبيغو هلكان تاغان ابو بكر نو غرب تاغان عثمان ماركتي عمر نو غرب تاغان وسمع الرسول يقول له و هنا مقل النبي قال افطر عندنا الليله يا عثمان قال انا لا افطر عثمان لو سومن هي فايقن عثمان انه لاحق بربه و هلكا يقين سبي إن ما أنت وقتي ودن بي أي تاي أو إلهي أو لك المدونة مقبل على لقاء نبيه نبي أو لك المدونة أفر ودي يرسيها هل كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر إيه عمر إنه لا أفر الدون. أصبح عثمان بن عفان صائما هو بريس إسر صوما ودعا بسراويل طويلة فلبسها خشية أن تكشف عورته. مركز إيه كان در واسع إيه كان وسراويلة وصبه كحرته وكبقى مركز للدلو إن عورده أي موقت إذا قتلته الأثم الصفاح إني ما كان إني بيعرف كأ صاب بالسلا الربيع إني الدلان بعشر كل ولا قدي له دوانا ما هدي اللي قدي له عورده يعني موقنا لا عضلة قوم مركح حتى وفي اليوم وفي الجمعة وفي يوم الجمعة مال جمعة ومال إنت وكلا لثماني عشر خلد من ذي الحجة وبشر ذو الحجة نسديد طبعا أي تهاي قتل العباد الزهاد نيكي عبادة بنا الدنيا لنا كزودية يبالا الدلي الصوام القوام صان كبناء إله ويستاق الدلي جماع القرآن نيك القرآن كأوري ولالك تاريخ سمينا مينا كل من وموضة تابا محيالة وعا كجر جمع القرآن با كجر صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك صلى الله عليه وسلم كيلا حذري فلحق بجوار ربي وهو ظمآن صائم إله يقول لك المئسوة هراسان وصوما وكتاب الله منشور بين يديه مصحف كان أهريال وحسب المسلمين
وحسب المسلمين عزاء أنه لم يكن في قتلة عثمان بن عفان رحمة الله عليه رضوان الله عليهم صحابي ولا ولد صحابي، وحي الله سبحانه وتعالى مهدي سأه إن ضدك عثمان دلي كمجر هل صحابي وكمجر صحابي مكا فركي 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 سأه كسر بأنا مجر إلا رجلا واحدا هل نمبجر بس شارك البغاة الطغاة في أول الأمر قيب كأها لمن كان إشراء قاسمة الربيع إن الضياع فقالا نمبه كجر ثم استحيا كدي منه كحي الشوضة وارتدع دب وقاقا قرتي وتاريخ ذو هل نمبه نوشك تانين كاسنا طبعا كنت مقعيسة مقعاجة لسوء خلافه لكن نينك مبجر لكن نينك لو سحابية وضيع لك قيب كأها عثمان عفان وارو كسو قد مركب مجر هل كان مركب حكوم وقتا أنا أقول موضع إن دقع لك عثمان لو قال إنه ظلمي أها كيس كان سوشيال جاستس بمال وغير معاني إنه حبيت جيرين حوله ورفصل أنا جيرين بل وحا وقيمين جيري واتن الحسن البصري إذا كي شهودها مرك إكهلا وإلى هنا وحي نوهر سن مجلدا هل سحابي أسنى علوس عمر بن عاص كده من الطلبات موجود بدون بالله توفيق.